السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا حياكم استاذ. الله شيخنا الشيخ إسماعيل، حفظك الله ورعاك وبارك فيك وبارك في السامعين. بارك الله فيكم. وعليكم السلام وقفنا ورحمة في الله وبركاته. حفظكم الشرح الله. السابق، تفضل. الله يجزيكم خير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. مر معنا أن للألقاب للإعراب ألقابا وللبناء ألقاب. ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر بأن ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، وقال بأن الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، ويختص الجر بدخوله على الأسماء، ويختص الفعل بدخوله على ويختص الجزم بدخوله على الأفعال. نعم، بارك الله فيك على هذه الخطاط الجميلة يا الشيخ إسماعيل. قال: والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. ثم قال مبينا علامات الإعراب: العلامة الأولى من علامات الإعراب وهي الرفع. قال: فارفع بضم. أول علامة من علامات الإعراب هو الرفع، وعلامته الأصلية هي الضمة. الرفع له أربع علامات، ويا حبذا الإخوان الكرام والمستمعون الكرام أن يكتبوا هذا البيت، لأنه جامع لعلامات الرفع الأصلية والفرعية، وهو من نظم عبيد ربه الذي نظم الأجرومية. فهو في بيت واحد جمع علامات الرفع الأصلية اللي هي الضمة والفرعية التي سنذكرها. قال: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، أي أن علامات الرفع أربعة: واحدة أصلية وهي الضمة، نقول جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ضم وواو، فالضمة تكون علامة للرفع في مواطن، و الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، نحو جاء أبوك وجاء المسلمون. فالمسلمون مثلا نقول في إعرابها: المسلمون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. ضم وواو ألف، وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى، جاء الرجلان، فنقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والرجلان فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. أريد من إخواني الفضلاء أن يعربوا لي قول الله جل وعلا: قال رجلان. ما نعرب من الأفاضل الكرام؟ أهلا شيخ. تفضل يا شيخ عمار، تفضل. قال فعل ماضي مبني على الفتحة، نعم، رجلان اسم اسم مثنى مرفوع، وعلامة رفعه الألف. الألف. نعم، الألف للتثنية. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عمار. إذن فالمثنى يكون رفعه بالألف،
ضم وواو ألف، والنون النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، نحو يفعلان تفعلان، تفعلين تفعلون، ويفعلون. منهم من يسميه بالأمثلة الخمسة، ومنهم من يسميها بالأفعال الخمسة. وإن شئت قلت الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع كان على وزن يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، أو تفعلين، نحو يخرجون. يخرجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذن فالضمة أو الرفع له أربع علامات: واحدة أصلية وهي الضمة، وينوب عنها علامات فرعية ثلاثة: ضم هذه علامة أصلية، وواو ألف، والنون علامة الرفع بها تكون. الضمة تكون علامة للرفع في ثلاث مواضع: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. قال هنا بأن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواطن: في الاسم المفرد المنصرف جاء زيد وخرج محمد، فنقول محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. كذلك الضمة تكون علامة للرفع في جمع التكسير، نحو الرجال قوامون على النساء. ما نعرب هذه الآية الكريمة أيها الأكارم الفضلاء؟ الرجال قوامون على النساء. من يعرب؟ أستطيع شيخ؟ شوفوا الشيخ علي و الرجال. نعم تفضل الشيخ علي. الرجال. نعم يا شيخ. الرجال تفضل. الرجال نعم قلنا رجال مبتدأ مرفوع، ايوه نعم، وعلامة رفعه الرجال هو علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأنه لأنه جمع تكسير. جمع تكسير. بارك الله في قوامون. قوامون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه إنه من أفعال الخمسة. لا، قوامون لأنه هل هو اسم أو فعل؟ قوامون اسم أيوة. إذن مذكر سالم، جمع مذكر سالم. بماذا يرفع جمع المذكر السالم؟ بالنون نيابة عن الضمة. هذا الأفعال الخمسة، أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو. نعم صح، يرفع بالواو. نعم إذن أعيد الإعراب: قوامون. قوامون قلنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، و الرجال. الرجال نعم رجال نعم جمع التكسير، جمع نعم التكسير وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. مم. وقوامون قلنا جمع مذكر سليم وعلامة رفعه الواو، وعلامة رفعه الواو لأنه أن جمع مذكر سالم. قلنا جمع مذكر سليم يرفع بالواو نيابة عن الضمة. بارك الله فيك يا الشيخ علي، أحسن الله إليك. أياك. نعم، إذن فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير، وكذلك الضمة تكون علامة للرفع في ماذا؟ جمع المؤنث السالم: جاءت المسلمات، جاءت المسلمات، فنقول المسلمات
فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. كذلك من المواطن التي تكون الضمة علامة للرفع فيها وهي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو يضرب، يخرج، يمرح. فنقول يمرح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يتصل بآخره شيء. هذا قال فارفع بضم. وكذلك ما ينوب عن الضمة وهي الثلاثة أشياء التي رأينا: الألف في التثنية، والواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، والنون في الأفعال الخمسة. ولازم نفرق بين الأفعال الخمسة وجمع المذكر السالم. فعل المضارع والذي في أوله إحدى الزوائد أنيت. نعم. قال وانصبا فتحا. كذلك من علامات الإعراب الفتحة، النصب، وله خمس علامات. النصب وله خمس علامات. اكتبوا هذا البيت بارك الله فيكم حتى تحفظوا علامات النصب باختصار. قال علامة النصب لها كن محصيا، علامة النصب لها كن محصيا الفتحة والألف والكسرة ويا وحذف نون. علامة النصب لها كن محصيا الفتحة والألف والكسرة ويا وحذف نون. النصب علامته الأصلية هي الفتحة. نحو رأيت الرجل، فالرجل مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك الفتحة تكون علامة للنصب في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، نحو قول الله جل وعلا لن نبرح عليه، قالوا لن نبرح عليه. من يعرب أيها الأفاضل الكرام؟ نعم شيخ، قلنا قالوا لن نبرح عليه. نعم. قالوا فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بواو الجماعة، مبني على مبني على الضم. على الضم بارك الله فيك. نعم نعم. اتصالي بنون، اتصالي بواو الجماعة. نعم. لأن حرف نصب. قالوا والواو في قالوا ما إعرابها؟ قالوا نعربها فاعل. فاعل. نعم. نعم فاعل. لن لن حرف نصب. نعم. لن نبرح عليه، ونبرح عليه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. وعليه. نعم. عليه جر ومجرور. عليه. نعم عليه جر ومجرور. بارك الله فيك، فتح الله عليك. آمين. إذن فالفتحة تكون علامة للنصب كذلك في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. كذلك من علامات النصب وهي فرعية الألف. والألف تكون علامة للنصب في الأسماء الستة، نحو رأيت أباك. رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، الألف نيابة عن الفتحة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. فتحة والألف والكسرة. كذلك من علامة النصب الكسرة، وتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، نحو رأيت المسلمات. رأيت فعل وفعل، المسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.
فتحة والألف والكسرة والياء. الياء تكون علامة للنصب في جمع المذكر السالم وفي المثنى، نحو رأيت المسلمين ورأيت المسلمين. رأيت المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم. الفتحة والألف والكسر وياء وحذف النون. أما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. يضربون هذا مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. لو أدخلنا حرفا من حروف النصب على يدخلون فتصير لن يدخلوا، فنقول لن يدخلوا لن حرف نصب ونفي، يدخلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومن علامات الإعراب كذلك الخفض أو الجر، وعلامته ثلاثة، واحدة أصلية واثنين فرعيتان. اكتبوا هذا البيت حتى تضبطوا العلامات الأصلية والفرعية لعلامة الإعراب الخفض. قال علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم حذف فعرفي. علامة الكسر التي بها يفي علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي. فالكسرة تكون علامة للخفض وهي العلامة الأصلية للخفض، تكون فاش في المفرد المنصرف وفي جمع التكسير المنصرف. وفي جمع المؤنث السالم مرت بالمسلمات. والياء تكون علامة للخفض في المثنى والجمع وفي الأسماء الخمسة، مرت بأبيك والفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الممنوع من الصرف بشرط، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ألا يضاف وألا تدخل عليه التعريفية. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد ال ردف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. العلامة الرابعة والأخيرة، وكل هذه العلامات ابن مالك رمز لها بقوله وغير ما ذكر ينوب. ذكر هو العلامات الأصلية، قال وغير ما ذكر من العلامة الأصلية فهناك علامات فرعية تنوب عنها، ثم تطرق لكل باب من أبواب النيابة السبعة. قال واجزم بتسكين. العلامة الرابعة من علامة الإعراب اللي هو الجزم، والجزم له علامتان السكون والحذف. والحذف ينقسم إلى قسمين، حذف حرف العلة وحذف نون النون. فإذا كان الفعل المضارع، الجزم لا يختص إلا بالفعل المضارع، فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإن جزمه يكون بالسكون نحو لم يقم لم يضرب. وإذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإن جزمه يكون بحذف نونه لم يضرب. وإذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإن جزمه يكون بحذف حرف علته نحو يخشى، تدخل عليه لم فتقول لم يخشى، فنقول لم يخشى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة.
قال واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. أخو هذه مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة، وبني هي مضافة إلى أخو، ونمر أو نمر هذه كذلك هي مخفوضة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. مفهوم هذه علامات الإعراب الأربعة، وإن شاء الله تعالى هو سيفصل في الأبيات الآتية كلا على حدة، سيقول لك متى تكون الواو علامة للرفع ومتى تكون الألف وغير ذلك من علامات التي سيذكرها. شيخنا الشيخ إسماعيل نكمل أو نقف؟ نعم شيخنا الحبيب أكمل إن شاء الله لو الوقت متاح. مرحبا، لو الوقت متاح عند حضرتك مرحبا. إحنا الآن وصلنا في الحفظ عند البيت 34 عند قوله وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. إذا أحببتم ووقتكم متاح مرحبا، إذا أحببتم أن تؤجلوا هذا لا بأس كما تحبون، نحن خدامكم. جزاك الله خير الشيخ الفاضل. هذه سيتكلم على الأسماء الخمسة وفيها كلام إن شاء الله تعالى، إذا سمحتم نؤجله إلى غد إن شاء الله تعالى ونعود الدرسين السابقين إن شاء الله. تيسر ذلك عن شيخنا إن شاء الله. إذن في موعدنا القادم إن شاء الله، لأن كما تعلمون يعني جعلنا السبت والأحد عطلة حتى يراجع الطلاب ما أخذوه، فإن شاء الله يكون لقاؤنا الاثنين القادم بإذن الله تعالى. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، فتح الله علينا وعليكم فتوح الخير والبركة والتيسير. آمين آمين، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا على الأخ عمار، أهديت لنا هدية طيبة الأخ عمار. الله يبارك، جزاكم الله خير، حفظك الله، ياسر الله السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طيب أحبابنا الكرام، نلتقي على الخير إن شاء الله في موعدنا القادم يوم الاثنين. أخ عمار لا تنسى أن تتواصل معنا حتى تسجل، حفظك إن شاء الله وجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أخ عمار الأخ أمين علي وإياك. أستاذ عظمى وكل من يتابع معنا عبر اليوتيوب، تقبل الله منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في يعني من باب الذكر من باب الإشارة من باب التذكير بالخير ومجالس الخير، من أحب أن يشارك إن شاء الله بعد ساعة تقريبا ستكون يكون اللقاء الثاني من دورة مهارات الإقناع ضمن دبلومة المربي القائد، وهي 22 دورة تدريبية مجانية يقيمها مركز الفردوس للتنمية البشرية، منحة وهدية لكل من يحب أن ينمي نفسه وأن يطور نفسه في هذه الأمور الإدارية والتربوية والقيادية والتنفيذية الخاصة بالمربي، من أنماط الشخصية ومن التدريس وتحسين الأداء المدرسي والإقناع ومواجهة الشبهات التي تعتري الإسلام والمسلمين، يعني دورات مكثفة وثرية جدا تلقيتها بفضل الله تعالى في إندونيسيا وأهديها لكل من يحب. دورات في الأصل أنها بالتدريب غير المتزامن، لأنه لم يسجل أحد معنا في الدورات بسبب انشغال الناس في هذه الأيام بالدراسة وما أشبه ذلك، ولكن الباب مفتوح لمن أحب أن يحضر معنا ويشارك ويتفاعل. إن شاء الله موعدنا الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف يعني بتوقيت المغرب، بتوقيت مكة العاشرة، من العاشرة إلى العاشرة والنصف تقريبا بتوقيت مكة المكرمة، وهو اللقاء الثاني من مهارات الإقناع، وهي الدورة الثانية. الدورة الأولى كانت تحسين الأداء المدرسي، الدورة الثانية هي هذه مهارات الإقناع. كل أسبوع توجد دورة، بعد مهارات الإقناع ستكون دورة أنماط الشخصية، وهكذا إن شاء الله سنضع لكم يعني قائمة بأسماء الدورات حتى يعني من أحب أن يحضرها جميعا أو أن يحضرها بعضها فعلى روح وسع. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.